خلال زيارة قادته إلى شركة الطباعة بالجزائر العاصمة، أكد وزير الاتصال محمد العكاب أن كل المؤسسات المطبعية سيتم دمجها في شركة وطنية واحدة، مضيفا أن هذه الزيارة التفقدية جاءت للوقوف عند ظروف العمل بالمطابع عشية الانتخابات الرئاسية. بالنسبة لنا أننا اطمأنينا على ظروف العمل، ولا سيما على مخزون الورق، على مخزون الورق، خاصة ونحن عشية الانتخابات الرئاسية. يعني رانا حرصين على أن الأمور كلها تمشي على أحسن ما يرام، يعني من ناحية تقنية ومن ناحية تموين هذه المؤسسات بالورق في الظروف اللي تعرفوها، صعوبة التحصيل، المطابع كلها تعاني مع السوق، يعني ما فيش تحصيل للمستحقات، ومع ذلك في إطار تعزيز الخدمة العمومية لا سيما عشية الانتخابات الرئاسية لابد أننا نحرص على أن تكون المطابع جاهزة من ناحية تقنية ولا سيما من ناحية توفير الورق.